أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، مساء الخير. برنامج هذا اليوم يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس من السادسة حتى السابعة والنصف مساء، ومع العناوين لهذا اليوم: المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت خلال مؤتمر في أم الفحم حول التشريع والقانون في المجتمع العربي يصرح قائلا: الخطوة الأولى من أجل تغيير الوضع هو الاعتراف بالضائقة والتحديات والمصاعب التي يواجهها المجتمع العربي بدون وساطة. ورئيس بلدية أم الفحم يعرض على مسامع كبار المسؤولين في الحكومة القضايا الشائكة في المدينة. ممثلو الأحزاب العربية الأربعة يصرحون من جديد قريبا الإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة دون الإدلاء بتفاصيل حول تركيب وشكل القائمة. هذا اليوم يسلط الضوء سامي عيسى رئيس بلدية كفر قاسم سابقا يصرح لبرنامج قسام جابر يحاور: سأرشح نفسي للكنيسة. منافسة شديدة في حزب العمل عشية الانتخابات التمهيدية لانتخاب رئيس للحزب. بعد قليل سيكون معنا عضو الكنيسة السابق في الحزب صالح سعد ببث مباشر. مؤتمر للسلطات المحلية العربية في القدس، بعد قليل سنكون هناك لرصد الأجواء ببث مباشر. بعد عدة أشهر على انتخابات السلطات المحلية، مجلس كفر مندا المحلي يصادق على الميزانية. إلى أي مدى يهتم المجلس المحلي في الفريديس بتخصيص قسائم بناء للأزواج الشابة؟ بعد قليل سيكون معنا رئيس المجلس أيمن مرعي ببث مباشر. طلاب من مدرسة السلام في قلنسوة يفوزون بمسابقة كتابة القصة باللغة العبرية. بعد قليل سنكون مع معلمة من المدرسة وطالبين فائزين ببث مباشر. دانا حمدان مصممة أزياء تطمح للوصول العالمية من خلال أزيائها، بعد قليل ستكون معنا في الاستوديو ببث مباشر. هذه العناوين في برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية هلا ببث حي ومباشر. ونبدأ: هل يمكن للمؤتمر الذي عقد في مدينة أم الفحم بقضايا التشريع والقوانين ومن بينها قانون القومية وكيمينتس أن يشكل لبنة من أجل رفع قوانين تخص المكانة الحقوقية للجماهير العربية جماهيريا وسياسيا وشعبيا؟ هل بالإمكان تغيير مثل هذه القوانين من خلال السلطات المحلية العربية أو الأحزاب العربية؟ هل هناك نجاحات في هذا الجانب وكيف يمكن أن تترجم هذه النجاحات وبأي صيغة؟ ما الذي ينتظره المواطن العربي أيضا من السلطات المحلية العربية والتي تعتبر ذراعا مهنيا عليها طرح الموارد في ظل الإمكانيات القائمة؟ حول مجمل هذه التساؤلات وغيرها أستضيف معي هنا في برنامج اليوم صالح سعد، عضو كنيسة سابق في حزب العمل، وأحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة، ويوسف كبا الناشط الاجتماعي والسياسي. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. الآن ننتقل بالصوت والصورة مباشرة إلى القدس في نافي إيلان. يعقد هناك المؤتمر، مؤتمر السلطات المحلية العربية للإطلاع على الحاجات الاحتياجات والموارد القائمة في البلدات العربية. ننتقل بالصوت والصورة مباشرة إلى هناك للتحدث مع شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. أستاذ شرف مساء الخير. مساء الخير. نعم، إذن هل من جديد يعقد هذا المؤتمر؟ والكثير في الفترة الأخيرة، يعني صراحة أخ شرف، تعقد المؤتمرات سواء في بلدات عربية أو حتى في مواقع جغرافية أخرى، هل من جديد؟ الحقيقة هذا المؤتمر تعقده اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بمشاركة مراكز مهنية مختلفة، منها لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومراكز مختلفة أخرى، والهدف منه التباحث بمشاركة ممثلين عن الحكومة حول مجمل القضايا التي تواجه البلدات العربية، من قضايا التربية والتعليم إلى قضايا المواصلات والصحة وما إلى ذلك. أنا أعتقد أن مثل هذا المؤتمر قد يفيد، يعني هذا المؤتمر الأول للرؤساء أنفسهم، يعني هذه المرة الأولى التي يعقد الرؤساء مؤتمر من هذا النوع بمشاركة الرؤساء. الحقيقة هناك مشاركة لقسم كبير من الرؤساء في هذا المؤتمر، وأنا أعتقد أنه تنظيم عمل اللجنة القطرية للرؤساء والاستعانة بالمهنيين وبالمراكز المهنية ممكن أن تدفع العمل البلدي إلى الأمام، أو تكون لها دور أساسي في دفع العمل البلدي، بالذات بكل ما يتعلق في المرافعة والعمل مقابل الحكومة وتحديد مطالبنا وتوجيهها إلى المسؤولين من قبل المكاتب الحكومية المختلفة الذين يشاركون في هذا المؤتمر.
نعم أستاذ شرف حسان، يعني أنت تقول أنه الهدف أيضا من خلال هذا المؤتمر أنه يكون في هنالك تواصل مع الحكومة أو بهدف المرافعة مع مهنيين ومختصين في هذا المؤتمر. هل هناك يعني من مسؤول، هل هناك من مسؤول حكومي يتواجد في هذا المؤتمر؟ هناك ممثلين لعدة مكاتب حكومية، يعني المؤتمر مقسم إلى عدة أقسام حسب المواضيع. يعني مثلا في القسم الذي سيبحث موضوع التربية والتعليم سيشارك مدير عام وزارة التربية والتعليم، وطبعا بطبيعة الحال سأعرض في هذا القسم مطالب التعليم العربي، وضع ومطالب التعليم العربي. في القسم الذي يحدث الآن، القسم الذي يناقش موضوع المواصلات في البلدات العربية في مدننا وقرانا، أيضا كان هناك نائب مدير وزارة المواصلات ومسؤولين من شركات حكومية مختلفة، وبطبيعة نعم. الحال المهنيين يعرضون في هذا القسم المطالب والوضع بالنسبة لقضايا المتعلقة بالمواصلات وهكذا حتى يوم الخميس. ولكن الأهم برأيي أن هذا المؤتمر أيضا سيناقش أهداف ورؤية اللجنة القطرية، وسيساهم أو الهدف منه أيضا أن يساهم في تحديد عمل اللجنة القطرية للرؤساء ودورها خلال الخمس أعوام. يعني هذا هو المؤتمر أو هذه الجلسة الأولى التي تناقش بها اللجنة نعم. القطرية ما الهدف من إقامتها وما هو دورها بعد الانتخابات البلدية الأخيرة. ونحن نعرف أن حتى قسم من السلطات المحلية لغاية الآن تعاني من مشكلة إقرار الميزانيات. يعني هذه محطة مهمة لتنظيم اللجنة القطرية لنفسها، وأيضا للعمل مقابل الحكومة ومقابل المراكز المهنية التي تقدم الدعم المهني والاستشارة للسلطات المحلية العربية. نعم دكتور شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، سيكون لنا لقاءات. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا لكم. وأرجع لضيوفي هنا أيضا عضو الكنيسة السابق في حزب العمل صالح سعد. وصلنا معطى أنه تم تقليص الميزانية الحكومية المتعلقة بمكافحة العنف والجريمة في البلدات العربية، تقريبا الميزانية 400 مليون شيكل. كيف تقرأ هذا المعطى؟ شيء مضحك أنه ميزانية الدولة يقلصونها في قضية العنف في الوسط العربي. يعني لا يعقل. اليوم احنا شايفين انه في الوسط العربي يجب عليهم ان الحكومة العمياء ان تزيد الميزانيات من اجل تصليح العنف ومن اجل منع العنف. فلا يعقل انه في هذا الوضع انه يقلصوا 400 مليون شيكل من الميزانيات وفيش في العنف اقبلال. فهذه حكومة اسرائيل التي تريد ان العنف يزيد في الوسط العربي، هل يعقل؟ فمن هذا المنطلق أقول لا يعني يجب أن تكون صرخة عالية جدا من أعضاء البرلمان الموجودين اليوم حاليا ومن الحكومة نفسها ومن الكنيسة الإسرائيل. يجب عليها أن تعمل تجلس جلسة خاصة في قضية العنف في الوسط العربي. لا يعقل أنه نقلص ميزانية بمبلغ 400 مليون شيكل، كان المفروض أن يزيدوا ميزانية بمليار شيكل من أجل منع العنف. نعم أستاذ أحمد ملحم، أنت رئيس اللجنة الشعبية في وادي عرب، هذا بموضوع العنف والجريمة. واليوم أيضا تواجد المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبلت في مدينة أم الفحم، وطرح أيضا قضية العنف والجريمة وقال يجب تكاتف كل الجهود، هذا عدا عن مواضيع أخرى تتعلق بقانون القومية وقانون كيمينتس في هذه الفترة الانتقالية. لا سيما نتحدث أيضا عن قيادة الجماهير العربية، ماشي رؤساء السلطات المحلية العربية في القدس، ولكن بالرغم من أنه في هنالك مفاوضات، أنا بحكي عن الأحزاب الأربعة التي يمكن أن تشكل القائمة المشتركة، ولكن ضمن هذا الحراك المهني يجب أن يكون هنالك صوت قيادي مهني، ألا تعتقد؟ يعني قيادة المجتمع العربي يجب أن تنبثق وتخرج من قلب السلطات المحلية. أنا قلتها وأكرر، السلطات المحلية هي الذراع الأول المتواصل مع الجمهور والمسؤول عن تقديم الخدمات، دون أن أستثني دور القوائم والأحزاب العربية بشكل خاص التي من الممكن أن تساعد هذه السلطات، ولكن عنوان المواطن هي السلطة المحلية. السلطة المحلية هم مجتمعين، وإحنا سمعنا عن كثير وشاركنا في كثير مؤتمرات، لا يخرج من هذه المؤتمرات غير ورقة توصيات. إذن ما الهدف؟ توصيات. ما الهدف من هذه المؤتمرات؟ نحن نلعب في الوقت الضائع، نحن نلعب في ظل وجود أزمات متفاقمة في الوسط العربي. أنا لا أقول عنف، نحن نتحدث عن جرائم، نتحدث عن قتل شباب أبرياء. العنف هنالك 1300 قتيل، هنالك 1300 أسرة تعاني مما حل بهم، ولكن يوجد عشرات
الأسر التي تعاني من العنف. يعني عندما نتحدث عن إصابة طفيفة أو إصابة في الأرجل هذا لا ندخله في إحصائياتنا. نحن نريد قتيل لندرك أن هنالك جريمة. شو المفروض السلطات المحلية العربية هي تجتمع وإسهني سمعينك الرؤساء؟ يعني كان في هنالك مظاهرات وأنت تعلم ووقفات احتجاجية حتى للجنة المتابعة بموضوع مكافحة الجريمة والعنف. لماذا أنا أسأل؟ لماذا السلطات المحلية العربية على مدار أيام السنة لا تقوم بتحشيد وتجنيد الجماهير وحتى عائلات الضحايا لكي يشاركوا في مثل هذه المظاهرات؟ يعني ما زالت السلطات المحلية تتبنى خطاب يعني نشر الغسيل الوسخ على الحبال ونستثني أنفسنا. علينا مسؤولية. نعم الحكومة يعني احنا صنفناها في انها تحيد الجمهور العربي وتتخطى توفير الميزانيات لحل قضايا، ولكن لا نستطيع. يعني احنا مش معقولي انه لا نستطيع ان نقوم بتقديم مشاريع عملية تنفيذية التي تنفذها الحكومة والتي تقف على رأسها السلطة المحلية، والسلطة المحلية تستطيع ان تجذب إليها كافة الفاعلين في المجتمع لتحقيق مطالبهم. نعم أستاذ يوسف كبهة، يعني المستشار القضائي للحكومة في أم الفحم، المديرة العامة لوزارة القضاء موجودة في أم الفحم، كان هنالك أيضا تصريحات من قبل مراقب الدولة. سؤالي، كيف يمكن لقيادة الجمهور العربي، رؤساء سلطات محلية عربية، أعضاء كنيسة مياهن، الجماعة جايين لبلدتنا العربية وبدهم يتعاونوا معنا، كيف ممكن نمد جسور التواصل المهنية من أجل إيجاد الموارد للاحتياجات القائمة في البلدات العربية؟ المفروض أخرى مرة احنا حكينا في هذا الموضوع قبل، المفروض في كل القيادة العربية ما يكونش في تناثر بينها وبين القيادة الإسرائيلية، سواء في قضية العنف أو في قضية الهدد في الوسط العربي. فأنا بتأمل من كل أعضاء الكنيسة اليوم واللي بدهم يجوا، ومش بس أعضاء الكنيسة العرب، أعضاء الكنيسة كمان اللي في اليسار، يعني معنا الأستاذ صالح كمان هنا، المفروض يشتغلوا على هذا الموضوع زيادة عن اللازم. مش كفاية انه موضوع ايش الجريمة ولا موضوع ثاني، الموضوع الجريمة وموضوع العنف وموضوع كيمينتس، انه احنا موجودين في حكومة عنصرية. المفروض كل اعضاء الكنيسة في اليسار، مش بس الوسط، مش بس العرب، كمان في اليسار شو يعملوا؟ انت اقتراح معين استاذ يوسف، شو ممكن يعملوا؟ بيقدروا يعملوا شغلات كثيرة. اذا هم بيتلفوا مع بعض اليوم كل اعضاء الكنيسة العرب يتوجهوا لحزب ميرتس وحزب العمل، انه في عندنا مشاكل العنف، في عندنا مشاكل الهدد في الوسط العربي، احنا موجودين في حكومة عنصرية، المفروض يبقى في هناك تكاثر بينهم. هل هنالك قيادة في الجمهور العربي ولكن الكفاءات والمؤهلات حتى الموجودة بين اوساط قيادية في المجتمع العربي مبعثرة استاذ صالح سعد ويجب تجميعها؟ اولا اخي بلال، يجب على القياده العربيه او رؤساء السلطات المحليه ان يصرخوا صرخه كبيره جدا، والجميع العربيه تؤيد ذلك من اجل منع العنف اولا، وثانيا يجب علينا ان نتصاعد في قضيه النضال الشعبي والجماهيري ضد العنف امام الحكومه وامام الكنيسه الاسرائيليه. لا يعقل انه تستمر هذه الحكومه بتقليص ال 400 مليون شيكل او لا من اجل منع العنف. فنحن نريد، طب شو رايك ان يكون في تواصل؟ انا سؤالي لك، انت كنت عضو كنيسة في حزب العمل، ونتأمل انك ترجع يعني لهذا المنصب، ولكن شو رايك بانه يكون تواصل بين اعضاء كنيسة عرب وحتى الحكومة الإسرائيلية؟ وكان حديث ايضا في الامس حول صفقة عقدت بين حزب ما ومكتب رئيس الحكومة، يعني لما لا يكون هذا التعاون اذا كان فيه مصلحة وخدمة للجماهير العربية؟ يجب أن يعني يكون تعاون رسمي بين أعضاء الكنيسة العرب في حوض القائمة بجميع قوائمها مع الحكومة الإسرائيلية ومع البرلمان الإسرائيلي. لا يعقل إنه اليوم البرلمان الإسرائيلي بيكون، يعني عندنا برلمان إسرائيلي وعندنا برلمان عربي، لا يعقل. إحنا مش موجودين هون، موجودين إنه لازم يكون تعاون بين القائمة المشتركة والحكومة. إذا تشكلت، حتى لو كانت حكومة يمنية من أجل المجتمع العربي. نعم. يجب علينا أن نفهم ذلك. لا يعقل أن نستمر في معارضة، ممكن أن نكون معارضة، ولكن في قضية العنف يجب علينا أن نكون صارخين صامدين من أجل منع العنف، وهذا يساعد الجماهير العربية في تخفيف العنف. أنا سؤالي أستاذ أحمد ملحم، أنت رئيس اللجنة الشعبية في وادي عرا، تتابع قضايا أوامر الهدم التي صدرت بحق بيوت، تتابع الوقفات الاحتجاجية وحتى اللجنات لوزارة الداخلية ووزارة الإسكان في الكنيسة. أنا سؤالي لك، امبارح كان في زي خوف أو تريب أو فزعة إنه واو، طلع إنه إحنا كان في مفاوضات بيننا وبين مكتب رئيس الحكومي. لماذا؟ إذا أنت بدك حل للجمهور العربي وللوسط العربي
طب ما هي السلطة المحلية أيضا الموجودة في المجتمع العربي بتأخذ ميزانيتها من وزارة الداخلية وفي مفاوضات أيضا مع وزير الداخلية، كيف تفسر هذه الفزعة؟ بس بعجالي، بس إذا في إمكانية جاوبني على سأجيب بعد أن أعقب على شغلة، يعني لماذا السلطات اليهودية لا تلتهب وتنظم المؤتمرات من أجل الجلوس مع مرة مع كامينيتس، مرة مع المستشار القضائي، مرة مع وزير هنا ووزير هناك. الاحتياجات يجب أن تقدم بشكل شرعي بشكل طبيعي بشكل سلس من السلطة، من السلطة. إذن حتى لو كان في هنالك أي إذا كان في حديث مع بين مكتب رئيس الحكومة وحتى أعضاء الكنيسة العرب، يعني هذا ينفي؟ لا ينفي أنه أنت بدك تطلب منه تسد احتياجات الموجودة في البلدات العربية؟ واجب الوزارات أن توصل الميزانيات إلى السلطات بحسب المواضيع. ولكن إجابة لسؤالك، يعني ما كان هنالك أي خطوة اتخذتها الأحزاب العربية للتواصل مع الحكومة، سواء كانت حكومة نتنياهو أو الحكومة ما سبق نتنياهو وما سيأتي بعد نتنياهو. إحنا المجتمع يعني لسنا هناك، يعني نحن لا نعقد الصفقات مع الحكومة ولا نعارض التواصل مع الوزارات المختلفة. يعني هنالك تواصل قريب سيكون مع سبوتريتش، وهنالك تواصل مع إردان. هذه يعني هذه المجموعة من الوزراء غالبيتهم من المستوطنين، ثلث الوزراء مستوطنين. يعني لابد إلا أن تتعامل مع الهيئة اللي اسمها وزارة كذا وكذا كمؤسسة. حلو. ولكن إذا لم تصل هذه الخدمات، السلطات المحلية يجب عليها أن تخرج وتتخذ خطوات وتتخطى موضوع اللجان الشعبية والمظاهرة هنا ومظاهرة حلو هنا. ممتاز. هل تستطيع أستاذ يوسف كبها بعض الأحزاب، أنا لن أعمم، ولكن بعض الأحزاب أن تفصل هذا الخطاب السياسي الوطني اللي بدك إياه عن الخطاب التمثيلي المهني، واللي المفروض يكون إذا بدك أنت حل للجمهور العربي على الكثير كثير من القضايا الشائكة، واللي المفروض يكون أيضا مع مكاتب وزارية، والمفروض يكون مع مكتب رئيس الحكومة، مشان توجد موارد للاحتياجات الموجودة بالبلدات العربية. أنا مع الأستاذ صالح، إحنا مش موجودين في برلمانات اثنين، برلمان عربي وبرلمان يهودي، إحنا موجودين في برلمان واحد. إحنا موجودين زي ما تفضل الأستاذ أبو أنس، إحنا تحت حكومة واحدة، المفروض يكون في تنسيق مع الجميع بسبب نحل كل مشاكلنا. نعم، بقضية بس الانتخابات التمهيدية، إذا بدأت المنافسة تشتد. أستاذ صالح سعد، سؤال أخير، من هم المنافسون على رئاسة حزب العمل؟ وأنا أعلم أنه أنت أحد الداعمين لعضو الكنيسة عمير بيرتس. أي نعم أخي. نعم. بلال، هنالك ثلاث مرشحين لرئاسة حزب العمل الذي سوف يتم يوم الثلاثاء القادم. فأنا أرى بشخصية عمير بيرتس كشخصية اللي ممكن هو يجيب لنا أول شيء نجاح. يعني اليوم بالنسبة لحزب العمل من 6 مقاعد 10 ولا 12 مقعد، هذا نجاح. يعني عمير بيرتس هو الشخصية الوحيدة اللي ممكن إنه يجيب لنا 4 أو 5 مقاعد من اليمين الإسرائيلي. فعلى إيش إحنا بندور على هذا البرنامج؟ إنه إحنا المركز واليسار يجب علينا أن نركز وننتخب الشخصية التي ممكن أن تجيب أن تحصل على 5 مقاعد من اليمين الإسرائيلي. وهذه الشخصية هي عمير بيرتس، أثبت ذلك في 2006 لما جاب 19 مقعد يا جاب 6 مقاعد من الليكود. فعمير بيرتس شخصية، أول شيء شخصية يعني في الشارع الإسرائيلي هو محبوب، ونحن نريد أن عمير بيرتس ينجح في الانتخابات التمهيدية. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم، دائما سنتابع معكم. نخرج الآن لفاصل، من ثم نعود ونواصل ونستمر بطرح هذه الموضوعات السياسية، لا سيما أن الانتخابات تقترب، انتخابات الكنيسة 17/9/2019. بعد الفاصل. نعم، عدنا من الفاصل. سامي عيسى رئيس بلدية كفر قاسم سابقا يصرح لبرنامج بسام جابر يحاور، سأرشح نفسي للكنيسة، فلنشاهد معا ماذا قال خلال هذا البرنامج، برنامج بسام جابر يحاور، فلنشاهد معا. بدي أسألك سامي عيسى، من هل في أسماء معينة اللي مثلا مذكورة كالشخصيات اللي ممكن ترشح للكنيسة مش بالقائمة المشتركة؟ شوف، هناك عدة شخصيات وعدة أحزاب. يعني احنا أول شيء، أنت بتعتبر حالك أحد المرشحين؟ مضبوط. لكني مش عقب. ماشي بس لا. لا بس اسمك يعني بنذكر. بنذكر اسمي وبنذكر اسمي لأن كمان من المبادرين. كمان أنت بتعمل ليل نهار. أنا بعمل ليل نهار. ليش؟ على إنه نغير كما قلت.
انك تعمل لقاء حزب جديد انه بتكون هناك مظله واحد للاحزاب اللي غير مشاركه. مش سهل هذا الشيء سامي، مش سهل، صعب جدا. انا اعمل 24 يعني في ساعه، في احزاب قايمه على بتريح السامي انا 24 ساعه اعمل مع كافه الاطر السياسيه والاحزاب المسجله اللي غير داخله في داخل القوائم اللي موجوده واللي هيتها في البرلمان. انا اعمل على تقارب هاي الاحزاب حتى نستطيع ان نخرج في مظله واحده في حزب واحد. فهذا جهد مش قليل، جهد كبير. انت بدك تاخذ البلاد من شمالها لجنوبها وتتحدث مع شخصيات ومع افراد ومع رجال اعمال ومع رؤساء سلطات محليه، مع كثير ناس. ومن جهه اخرى انت يعني الوقت الضيق للانتخابات برضو يعني بداهمنا. فاحنا يعني تقريبا المركزين للبلدان عندنا موجودين، صرنا مرتبينهم يعني موجودين. عندنا الاحزاب المركزين. شو المركزين؟ المركزين في كل البلاد اللي يكونوا ناشطين فعالين في كل بلد وبلد وبلد وبلد، كل مركز يعني زي سكرتير الحزب الجديد. ايوه بالضبط. يعني هل احنا بنحكي عن نفس الحزب اللي حكى عنه بروفيسور اسعد غانم؟ لا انا مالي حديث مع اسعد غانم. ممكن اسعد غانم تتجمع، ممكن يكون جزء من هذا. يعني اذا لانه هم سجلوا حزب، اذا القائم المشترك يعني بس تعرف انه اسعد غانم سجل، سجلوا حزب وسجلوا في حزب المستقبل من نايف، الاستاذ نايف في الرمل سجل ايضا لي لقاء معه اليوم العصر. على اساس كل هاي الاحزاب نحاول ندخلها تحت مظله واحد حتى تعطي، لأنه كلها مجمع على هذا الطروحات اللي احنا بنطرحها، كلها مجمع على يجب أن يكون هناك تغيير في خطابنا السياسي، ويجب أن نكون جزء مؤثر في داخل أي حكومة. سامعي ساوى من خلال برنامج بسام جابر يحاور يقول يصرح سأرشح نفسي في الكنيست، وكنا قد تحدثنا معه أيضا حول المبادرة لإقامة حزب عربي يهودي. نستمر بالموضوعات السياسية. هل يكفي التصريح أو البيان المقتضب الذي أصدرته الأحزاب الأربعة بخصوص تشكيل المشتركة؟ ماذا يمكن أن يكون تركيب القائمة المشتركة، بأي صورة بأي شكل؟ معنا هنا في برنامج هذا اليوم فؤاد الشامي الناشط السياسي والاجتماعي، وفادي عجاوي المنسق الإعلامي. أستاذ فادي مساء الخير. نعم أستاذ فؤاد مساء الخير. مساء الخير. قبل ما نروح على السياسة عند استثمر وجودك معنا أستاذ فادي، صحيته من الشغلات اللي بعد يعني جوشوا واللي كان تضحك؟ نعم يعني أولا أقول الحمد لله أنه صار الأمر من خلفنا يعني، وإن شاء الله يعني ربما يعني استخلص العبر من هذا الأمر، وفي نهاية المطاف أهل الناصري موحدين خلف. طبعا طبعا أصلا الأمر لم يكن له علاقة بأهل الناصري إطلاقا يعني، ونحن نؤمن إن شاء الله أن يكون يعني هذا حدث اللي نستنتج منه. وأهل الناصر موحدين دائما، محبين لبعضهم. كان في بعض، أنا بعرف أنك أنت مقرب جدا من أبو ماهر علي سلام، سمعت منه شيء هيك حول هذا الموضوع؟ خليني أقول لك رئيس بلدية الناصر بهذه الجملة: يسعى دائما لوحدة البلد ويهتم ويسمع أهل البلد وسيكون كذلك. نعم. طيب يعني بالنسبة للناصري وبلدية يعني من وراكو؟ طبعا الأمر الآن من ورانا، ودعني أقول لك نحن مع يعني كل إنسان عارض نحترم رأيه، وكل إنسان كان مع أيضا نحترم رأيه. هناك عدة حيثيات لهذا الإطار، ولكن الأمر المهم الآن أصبح الأمر من خلفنا، ونحن علينا أن نتقدم الآن إلى الأمام. الناصرة دائما بشعبها بأهلها. طيب، تبقى موحدة. الآن إلى قضية الأحزاب، الأحزاب بشكل عام طبعا، والأحزاب الأربعة اللي صرح الممثلون وشفنا الصورة مع بعض للأربع ممثلين للأحزاب الأربعة، بيقولوا انه نحن قريبون من الاتفاق على قائمه مشتركه، ولكن يعني فيش معلومات كيف وينتا شو المواقع باي صوره. الاشي عام، كيف تقرا هذا الموضوع؟ أقرأ التالي: الانتخابات الاخيره افرزت للاحزاب العربيه انه هناك في حزب اللي هو حزب الجبهه، اللي هو حسب عدد المقاعد هو الاكبر،
وبالتالي اليوم الجبهة هي خرجت بين قوسين منتصرة، بمعنى أنه ما في حدا اليوم إذا انتبهت ما في حدا بيحكي مين المركز الأول قبل الانتخابات. انتهى. لا مش لا إنه يعني هني بالنسبة انتهى الموضوع. إيسا الأمر آخر أنه واضح لأنه أول 10 مقاعد واضحة لأنه هني أخذوا 10 أربعة للجبهة، 2 للتجمع، 2 للحركة الإسلامية، و2 طب بيجيبوا 10 إذا نزلوا الأربعة مع بعض. أنا سؤالي يعني لا مهم جدا، وهذا السؤال مهم. دخول الحمام مش مثل خروجه، يعني عشان أكون واضح، حتى 10 مقاعد اليوم مع قائمة مشتركة أصبح الأمر مقلق قليلا لهذه الأحزاب. أقول لك شوف، أنت اليوم في الفترة الماضية كانت هناك فرصة رائعة جدا الأحزاب تتوحد، وبالتالي كان بالإمكان تحصل على أصوات أكثر. الآن بعد ما رأت الجماهير العربية أن هذه الأحزاب يعني دائما تنجح في أن تفشل وأن تضيع الفرص في الوحدة، وبالتالي بالنسبة للمواطن العربي شو بقول لك؟ بقول لك والله يا جماعة لما كان لازم يتوحدوا ما توحدوش، وإسا جايين تلعبوا نفس الفكرة، واليوم في خطر. انتبه جيدا أخ بلال، القائمة المشتركة اليوم تشكل ليس لأنه هني بدهن مشتركة، لا لا لا، في أمر مهم هون. الأمر المهم أنه الأحزاب العربية اليوم بحاجة لتكون في المشتركة خوفا لأن تسقط. فرادة الأحزاب اليوم ستسقط بحسب الوضع. شو رأيك؟ هل توافق على هذا الطرح؟ يعني في طرح شو يعني في شو بقول؟ بقول عندما كنا نريد القائمة المشتركة لم يتوحدوا، الآن يريدون التوحد، بس من قال أننا نريد القائمة المشتركة؟ نريد أبعد من ذلك. شو رأيك أستاذ فؤاد الشامي؟ أول إشي خليني بس أحكي لك كلمتين. لا 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 لا. بدي نشكر تلفزيون هلا. تسلم. والأخ بسام جابر وحضرتك، لأنه هاي المحطة الوحيدة اللي. بس في طاقم برضو يعطين العافية. يعطين العافية مفهوم. نعم. يعني المقصود الكل مش نعم. واحد واثنين اللي بتنطينا وبتنطي العرب إنه تيجي وتحكي وتعبر عن رأيها. كل صراحة وشفافية وجرأة وكل شيء على الطاولة. نعم. وبطلب من أعضاء الكنيسة يكون عند النظرة قبل الانتخابات لهون. إسا شو سؤالك أخ بلال؟ نعم أنا سؤالي لك، يعني كان بالفترة السابقة بتسعة أربعة وقبل تسعة أربعة إنه الشعب كان بده المشتركي. المشتركي حلو، بس إسا قاعدين بتفاوضوا بنات بعض وكأنه الأمر المهم هو المشتركي. طب من قال إنه الشعب بالنسبة له إسا قضية تشكيل المشتركي هو الموضوع الأهم؟ أنا هذا سؤالي لإلك. السؤال إلي أنا بسمع العالم بده مشتركي. إسا أنا أجيت لهذا اليوم عشان أوضح إشي غامض للمشتركة ولكل أعضاء الكنيسة العرب، إنه في شخصية قاعدة بالبيت اسمه مازن غنايم، إذا بكونش محل مضمون في هاي المرة في هاي الجولة بالكنيسة في علامة سؤال عليهن ما ياخدوش التمن كراسي. المرة اللي قلطت مازن غنايم بين 40 لـ35 لـ40 ألف صوت جبلن. أنا كل عمري أصوت جبهة، أنطيته 9 أصوات من بيتنا. لحظة أخ بلال، أنا هون بنادي وبشد على المشتركة إنه يكون مازن غنايم بالصورة أو محل مضمون، غير شكل الانقطاع على الانتخابات. وفي كتير عالم صارت عيليك على الفيسبوك. لحظة يعني أنت شو أنت بتشرط؟ يعني أنت بتشرط مكان مضمون يكون الأخ مازن؟ وين يعني مكان مضمون؟ ما هو مش معروف شو المكان المضمون. شو المكان المضمون؟ التجمع أول تاني مالي ومال الديمقراطية. فلتنا من الديمقراطية. الديمقراطية من عند العرب بالتليفونات ومن تحت الطاولة. فيش ديمقراطية عند العرب. في ألف بيت تال مازن غنايم يكون التاني أو الثالث بالتجمع، هذا بجيب أصوات. لا خد مني واحد الناس، أنا عندي بيت 20 صوت وبمون 100 صوت من كوبري سيف، فيش تصويت. إذا بروح على كامي تاني بدي صوت له بدون كامي، بقعد بالبيت وأنا قاعد بالبيت وكتير أمثالي مازن غنايم. طب ليه بس برضو في أشخاص اللي لين احترامين وأعطوا للمجتمعين، إيش معنى يعني مازن غنايم؟ كل عراسة أنا عشان موجوع بدي يعني متلون أكتر بالكنيسة، ما أنا شايف الصورة. مازن غنايم اللي بجيبه ولا واحد بيقدر يجيبه. إيش رأيك؟ شو رأيك أستاذ فادي؟ شوي نعم. هذا الأمر بالنسبة لي ليس الأمر الرئيسي وليس أمر هام باعتقادي الشخصي. باعتقادك طبيعي ولكن زعيم اطلع عليك. انا مش معترض عليك، اسمح لي. انا مش معترض. تعترضنيش تقول لي الحق بيدك. مش معترض. لا ما انا باعتقادي هذا ما له اهميه بالنسبه لي وبالنسبه للكثير. في الاساس أهمية. هناك مشكله يعني مط القائمة المشتركة عرض وطول بتطلعش فضفضه هيك بتطلعش 10 كراسي بالوضع الحالي، باعتبار ان هناك في فقدان ثقه بالعمل البرلماني العربي اصلا. يعني اليوم الناس ما في عندها ثقه باعضاء الكنيسة يا رجل. طب شو مع المبادرات والاحزاب الجديده؟ بيقولوا لك انه احنا بدنا ناثر وبدنا نفوت وبدنا نمثل. مش احزاب جديده، احزاب قديمه، احزاب اللي ما لها تاثير وسط العرب. يعني الاسماء الموجوده مع احترامي كل سنتين كل مره محمد حسن كنعان
ومع احترام للألقاب طبعا، الأخ سلمان أبو أحمد، الأخ طلب الصانع والآخرين، ومش عارف حزب، والله أسماء ما بعرفها يعني، بالصبح بخلق حزب وبالليل بطلع حزب تاني. يا أستاذ هذه الشخصيات وهذه الأحزاب أرجو منها أن تقعد على جانب يا رجل، هن الأحزاب مثل الجبهة والتجمع اللي لها شوية رصيد في الوسط العربي، هات يا برهات اليوم. بس بيقولوا برضو لحظة شوي، بيقولوا للأحزاب الأربعة لحظة شوي، أنتوا لحد 10 كيف كان التمثيل؟ أيوة. يعني نخش على كراسي بين 10 ولفوق يعني 16 سنة في لا لحظة لحد 10 فوق، كل اللي نازلين أحزاب بالأحزاب ما نزلوا ما جابوش 3000 صوت، كيف بشرطه؟ نعم. عايش بشرطه لما بجيب انت 3000 و 3000 و 3000 اسمعين كلهم بيجيبوش 20000 صوت، عايش بشرطه. المواطن العربي مش مركز اخ بلال، هاي مشكلتنا الاساسيه كمجتمع عربي اليوم، المواطن العربي مش مركز. يعني المهم الكرسي زي ما قلنا 10 كراسي بدنا ناخذ، طيب اسا وزعوا ال 10 كراسي. تعرفوا وين الخلاف؟ الخلاف اسا على 11 و12 13 14، عارف ليش؟ ليش؟ لانه طبيعه الحال ال 10 كراسي انفرزوا خلص انتهت، اسا بندور وين المشكله تبعتنا، مشكلتنا من 11 ل 14. هل سيتفقون؟ انا بقول لك هل سيتفقون؟ أكيد رح يتفكون، فيش حل تاني عندهم، مش حب أنا وكذا. أنا أقول لك بصراحة رح تضحك علي شوي، إذا عندهم مشكلة مع 11 12 13 14 يعملوا قرعة ويلعب بلنتات مش مشكلة، بس نهاية المطاف رح تكون قائمة مشتركة على الوضع القائم، رايحين يتفقوا على الوضع القائم لأنه في كتير أحزاب نطط. كلمة أخيرة أستاذ، لأنه في كتير أحزاب نطط على الوضع القائم، بديت تقول للعالم إنه هن قد المسؤولية وإن شاء الله يتفقوا ويكون مازن غنايم معي. سجل عندك أخ بلال في الانتخابات الماضية، ولا قبلها دائما بصدق وانتبه للارقام اللي قلتها دائما، قلت لك 6 و4 اذا متذكر الارقام، وبرجع بكل كمان مره، هاي المره القائمه المشتركه مع بعضها كلياتهم بين 9 ل 10 مقاعد نقطه. نعم، شكرا جزيلا لكم، سنستمر بطرح هذه الموضوعات. انا شايفك انه محروق كثير مش محروق، عمازن. انا بدي الرجل المناسب، الرجل المناسب في المكان المناسب. ابو محمد محله بالكنيسة. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافيه. نخرج الان لفاصل، من ثم نعود ونواصل، وسنكون مع عضو الكنيسة ستاف شفير المرشح لرئاسة حزب العمل بعد الفاصل. نعم، عدنا من الفاصل. ما هي مميزات الفترة التي يمر بها حزب العمل؟ هل يستطيع أن يعزز من قوته الانتخابية في هذه الانتخابات؟ كيف ترى عضو الكنيسة ستاف شفير مكانة الحزب حزب العمل؟ كيف ترى التعامل مع قضايا وهموم المواطنين العرب؟ معنا هنا عضو الكنيسة ستاف شفير مرشحة لرئاسة حزب العمل. ما هو فير على مفلقة عفودة بياميما اللي ام يخولها مفلقة لعمود على رجليها لأخر تتساوتها بخيروتها أخرونوت إخرو آخر فراتا كنيسيت ستاف شفير هيت مودودوت على رشوتها مفلقة ام لو كاخت مفلقة بخشبون את הציבור הערבי יחד איתנו כאן בתוכנית היום הזה בערוץ הלוויין הלא טיווי. חברת הכנסת סתיו שפיר המועמדת לראשות מפלגת העבודה בפריימריז. חברת הכנסת סתיו שפיר, ערב טוב. ערב טוב. שלום שלום. שלוחה. בסדר גמור. אז היית אצלנו נכון? בבחירות הקודמות. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, חברת... הקודמות, כן. הקודמות, כן. לאחר תשעי לאפריל. אז התוצאות שהיו לאחר התשעי לאפריל לא כל כך החמיאו למפלגת העבודה. נכון, אני חושבת שהעובדה שמפלגת העבודה במשך, אפשר להגיד כבר כמעט 25 שנה, עברו 25 שנה מאז שיצחק רבין, מנהיגה של מפלגת העבודה, נרצח, ולמעט תקופה אחת קצרה של אהוד ברק, מפלגת העבודה שכחה את הדגלים המרכזיים שלה. היא הפסיקה לדבר על שלום, היא הפסיקה לדבר ולהציב אלטרנטיבה אמיתית למצב הביטחוני פה, היא הפסיקה את הושטת היד לציבור הערבי בחברה, בתוך החברה הישראלית. באיזשהו מקום היא נבהלה מעצמה, מהדגלים המרכזיים שהיא הייתה אמורה להניף, והלכה וחלק מחברי הכנסת הלכו ושיתפו פעולה עם הימין. הלכו ונתנו לגיטימציה לכמה מהכוחות המסוכנים ביותר שיש היום בימין. אני החלטתי להתמודד לרשות העבודה כדי להפסיק את הדבר הזה. כדי לבנות את תנועת העבודה מחדש, כתנועה חדשנית שמתאימה למאה ה-21 ושהולכת שוב לתת, להושיט יד ולהגיע לציבורים ולאזורים בחברה הישראלית שלא נגענו בהם במשך שנים. את הופתעת, חברת הכנסת סתיו שפיר, מהתוצאות של הבחירות הקודמות? קשה להגיד שהופתעתי, כי אני ידעתי, אני ראיתי את המצב, אני ראיתי איך, תראה, הרבה מהציבור שבעבר היה במפלגת העבודה, בבחירות האלה הציב לעצמו מטרה, להחליף את נתניהו, והלך לאן שהוא חשב שיהיה אפשרי. אבל ראינו מה קרה. ראינו שקמה למפלגה
של חבורה יפה מאוד של גנרלים ואנשים מצוינים, אבל הם קיבלו מספיק מנדטים ועדיין לא הספיקו, לא הצליחו להחליף את ביבי, ואתה יודע למה? למה? כי הם היו חלשים מדי. את אומרת מפלגת כחול לבן, הם נגסו מכוחה של מפלגת העבודה בבחירות האחרונות. חד משמעית, הם לקחו את כוחה של מפלגת העבודה, לא רק נגסו, הם ממש העבירו את אליהם, אבל הם לא נאבקים על הדברים שחשובים באמת לאזרחי ישראל, הם מפחדים. יושבת שם חבורה של אנשים, שהיא חבורה טובה של אנשים, אבל מפחדים לגעת בנושאים האמיתיים. אתה שמעת אותם מדברים באמת על ביטחון ומציבים לביבי אלטרנטיבה אמיתית למצב הביטחוני? אתה שמעת אותם אומרים משהו על ההתנחלויות, על האם צריך לפנות, על מה הולך להיות העתיד שלנו, על שתי מדינות לשני עמים? שמעת אותם מדברים על הדברים האלה? זה בקשר לכחול לבן ולכל מה שקרה. אבל אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת סתיו שפיר, מפלגת העבודה היסטורית היא מפלגה עתירת הישגים, וגם כן היה לה את הקשר הזה והחיבור הזה עם הציבור הערבי. אז מה קרה באמצע? האם זה חברי הכנסת שהיו ואישו תפקידים בתוך המפלגה? האם זו הנהגת המפלגה? האם הגישות שאמצע המפלגה לא כל כך התיישרו עם ההוויה, המציאות הישראלית הנוכחית? מה קרה באמצע? לא צריך לפחד להגיד את זה. היו אנשים אצלנו במפלגה שהעדיפו ללכת ימינה, שחשבו שאם הם ילכו ימינה, הם יביאו את הניצחון. וזו הייתה טעות וזה היה שקר. ולמה הדבר הזה? אומרים לנו, מספרים לנו שהציבור הישראלי נמצא בימין. זה לא נכון. רוב הציבור הישראלי הוא שפוי ונורמלי, ומה שהוא רוצה זה לחיות בשלום, בביטחון. הוא לא רוצה את השנאה הזאת ואת ההסתה שאנחנו רואים שמגיעה מנתניהו. מה שקרה אצלנו במפלגה זה שחלק מחברי הכנסת ומההנהגה של המפלגה התקפלו אל מול קמפיין ההסתה של נתניהו, וככה התחילו לריב גם בתוכנו. וחלק מהם ניסו ממש להדיר ולהוציא החוצה את הנציגים הערבים של המפלגה. ואני אגיד לך מה אני הולכת לעשות. כשאני יושבת ראש מפלגת העבודה, יהיה איש או אישה צעירים, ערבים, ישראלים, חלק מהסירייה הראשונה של מפלגת העבודה. הם לא, אנחנו נפסיק עם התרבות הרעה הזאת של להתייחס למצביעים הערבים כאילו הם קבלני קולות במפלגה, שזה מה שקורה ברוב המפלגות היהודיות הציוניות. לא קבלני קולות, שותפים מלאים לעשייה. אני רוצה לראות צעירים הייטקיסטים ורופאים ומורים מצטרפים ומתגייסים. שמפלגת העבודה בתקופתו של יושב ראש המפלגה לשעבר אבי גבאי, היא נטיטה יותר ימינה, יותר למרכז וימינה, מאשר גם כן להתחבר לקהלים שהיו מחוברים בעבר למפלגת העבודה. אבל אפילו לא רק אצלו, גם לפניו, יושבי ראש לפניו, חלק זנחו לגמרי את הדגל המדיני, הפסיקו לדבר על הנושאים המדיניים שהם הכי חשובים אולי שיש כאן. חלק זנחו לגמרי את החיבור עם הציבור הערבי. חלק זנחו לגמרי את הרחוב ואת המחאה ואת האקטיביזם שמפלגה צריכה להוביל. אני רוצה להניף מחדש את הדגלים האלה, כי כשאנחנו נלחמים באמת למען כל אזרחי ישראל, אנחנו מנצחים. וחלק מהדרך שלי לעשות את זה, זה להכניס את הדור הצעיר לפוליטיקה. וכשאני מדברת על זה, שיהיה צעיר או צעירה ערבים בתוך העשירייה הראשונה של מפלגת העבודה, אני מתכוונת להכניס תרבות אחרת של שותפות, של התייחסות לנושאים האמיתיים של החיים שלנו. בקשר לצעירות ולצעירים, לנוער, לנערים, אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש אנשים כאלה שיבואו ויניחו על השולחן את האסכולה, את התזה הזו. הם יגידו לחברת הכנסת סתיו שפיר, יש לך, את, אוקיי, יש לך את הניסיון, אבל הניסיון שלך לא כל כך מספיק על מנת להתמודד לראשות מפלגת העבודה. חבר הכנסת סלח סעד, הוא היה כאן האורח שלי, הוא טוען ותומך בחבר הכנסת אמיר פרץ. הוא אומר שהבן אדם יש לו ניסיון וחשוב שהוא ינהיג את המפלגה על מנת לקחת קולות גם כן מהימין ומהמרכז. מה את אומרת? אני מאוד מעריכה את אמיר פרץ, אבל אני חייבת להגיד לך משהו. אנחנו הצעירים, יהודים וערבים, ישראלים, כולנו, אנחנו כבר שנים, אנחנו גדלנו לתוך מדינה שבה הפוליטיקאים שמים עלינו פס. לא מייחסים עלינו. דירות, יש למישהו פה סיכוי לדירה? לא. הביטחון שלנו, להגדיל ולחזק, אם מדברים עכשיו על החברה הערבית, הביטחון ברחובות, הנוכחות של משטרה, של ביטחון אמיתי, של ביטחון חיים, זונחים את זה, מזרוקים את זה הצידה. התקציבים שלנו, השירותים החברתיים בבריאות, השירותים החברתיים בחינוך, יש חיים פה, חצי מאזרחי מדינת ישראל חיים, גדלים בתוך מערכת חינוך של מדינת עולם שלישי. לא שמים עלינו. הגיע הזמן שהצעירים במדינה הזאת יקומו והתחילו לקחת לעצמם כוח. בכל העולם יש אנשים בגיל שלי שמובילים מדינות. בכל העולם כבר התקדמו הלאה. דווקא כאן בישראל, הדור ששולט בפוליטיקה סוגר את הדלת. אני הולכת לפתוח את הדלת. כשנכנסתי לפוליטיקה אחרי המחאה החברתית, אתה יודע מה אמרו לי? כן. אמרו לי, אין לך סיכוי.
נכנסתי, נבחרתי בפריימריז בלי שאף אחד עזר לי, נבחרתי. כשנכנסתי לוועדת כספים וגיליתי איך מרמים את כולנו וגונבים לכולנו את הכסף, אמרו לי, את לא תזיזי את זה, אתה יודע מה קרה? הצלחתי להציל ולעצור שחיתות במיליארד שקל ולהחזיר את זה לאזרחי ישראל. תאמין לי שאני יכולה לעשות גם את זה. יהיו לנו עוד רעיונות, אנחנו רק התחלנו. אני אגיד לך רק מילה אחת שחשובה לי. כן. עד היום בערב, כל מי שיתפקד למפלגת העבודה יוכל לבחור בפריימריז לרשות העבודה, ואם הוא מאמין בדרך שלי יוכל לבחור בי. אני מציעה את השותפות הזאת. כל מי שעכשיו יתפקד, כל מי שיכנס לאתר המפלגה, זה לוקח שתי דקות, ויכנס ויהפוך לחבר במפלגה, יהיה שותף שלי להמשך הדרך, ונוכל להוביל את זה ביחד. תודה רבה, חברת הכנסת סתיו שפיר, מועמדת לראשות מפלגת העבודה. תודה רבה, יהיו לנו גם כן עוד מפגשים ורעיונות. תודה. תודה רבה לך. תשארי איתי. ננتقل الان للتحدث هاتفيا حول تقليص ميزانيه الحكومه لمكافحه العنف والجريمه في المجتمع العربي. ننتقل للتحدث مع النائب السابق طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي. النائب السابق طلب الصانع، مساء الخير. مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. نعم، إذا ما هي صحة هذه المعلومة؟ والمعلومة أنا أخذتها منك حقيقة، النائب السابق طلب الصانع، إذا تم تقليص ميزانية الحكومة 400 مليون شيكل، يعني مبلغ كبير جدا جدا. نعم، هذا ما ذكره المفتش العام للشرطة، وهذا ما تم طرحه خلال النقاش في لجنة مراقبة الدولة برئاسة شيلي خوموفيتش. وأنا برأيي بأنه هذا القرار هو قرار سيء ومأساوي. الاعتبارات هي اعتبارات اقتصادية، ولكن تداعياتها هي على الحق في الحياة، وهو حق مقدس، حياة المواطن، الأمن والأمان. نعم. ليس له ثمن ولا يقدر بثمن. وبرأيي بأنه هذا الاستهتار هو نابع من أن ضحية العنف والجريمة هو المواطن العربي، وانتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في المجتمع العربي. ولو كان الوضع مغاير، لو كانت هذه الظاهرة منتشرة في المجتمع اليهودي لرأينا الإعلان عنها كظاهرة إرهابية وتجنيد كل القدرات وكل الإمكانيات لدى الدولة لمكافحة هذه الظاهرة. أنا سؤالي لك النائب السابق طلب الصانع، بما أنه الحديث عن تقليص الميزانية تقريبا 400 مليون شيكل، كان لكم قبل نحو سنتين عامين، أنتم حتى مندوبين من لجنة المتابعة، كان هنالك جلسة على ما نذكر مع المفتش العام للشرطة السابق روني آل الشيخ. بعد هذه الجلسة هل كان في هنالك جلسات؟ وإذا هذا المعطى حقيقة صحيح، هل ستطالبون بجلسة مع قيادة الشرطة؟ أولا على خلفية هذا المعطى وعلى خلفية تقرير مراقب الدولة من آب 2018 وعدم قيام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مراقب الدولة يوسف شبيرة، نحن الآن بصدد دراسة تقديم التماس لمحكمة العدل العليا ضد الحكومة لتخصيص الميزانيات وتنفيذ التوصيات. هذه ليست توصيات بلال شلاعطة أو طلب الصانع، هذه توصيات مراقب الدولة الذي بحث واقع الجريمة والتواطؤ الشرطي والإهمال الذي أدى لهذه الظاهرة، لأنه توفير الأمن والأمان هي مسؤولية الدولة، والدولة في هذا الباب فشلت فشلا ذريعا، وبالتالي كانت التوصيات، نحن نطالب بتنفيذ توصيات مراقب الدولة في تقريره من آب 2018 وأيضا إعادة الميزانيات التي تم اتخاذ قرارها بتقليصها. وصلت الرسالة النائب السابق طلب الصانع رئيس لجنة مكافحة العنف أيضا في لجنة المتابعة، شكرا جزيلا لك. شكرا، تحياتي. نعم، إذن المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت في مدينة أم الفحم يصرح يجب أن يكون هنالك خطوات أولى من أجل تغيير الوضع والاعتراف بالضائقة والتحديات في المجتمع العربي. تم التطرق لتشريعات وقوانين، منها قانون كيمينيتس، قانون القومية. فلنشاهد معا ماذا قال وذكر المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت في مدينة أم الفحم، فلنشاهد معا. שאחד האתגרים המרכזיים היום מול החברה הערבית הוא היעדר אמון בינה לבין רשויות אכיפת החוק, במקרים רבים רשויות המדינה בכלל. יצירת האמון הוא תנאי בסיסי כדי שנוכל כולנו לקדם את מניעת הפשיעה במגזר. הצעדים שננקטים כאן היום, היכרות בלתי אמצעית, יצירת קשרים ושילוב ידיים בין נציגי הגורמים והארגונים השונים, יוכלו, כך אני מקווה, לסייע בקידום האמון. לסוף ציטוט. אז באמת הצעד הראשון כדי לשנות את המצב זה קודם כל להכיר יותר טוב את החברה הערבית, את המצוקות, את הקשיים, את האתגרים שעומדים לפניה באופן ישיר ובלתי אמצעי, כמו שנעשה גם בקבוצות השיח שרז דיבר עליהן קודם בהמשך היום.
וזאת לא בינינו לבין עצמנו, כי זו חוכמה קטנה מאוד, אלא עם נציגים של המגזר והגופים השונים, ואין לכך תחליף. רק כך נוכל להכיר בקשיים ולנסות לפתור אותם. בשיח המשותף יש גם חשיבות רבה בתחום שהוא רלוונטי בשבילנו, לאנשי ייעוץ וחקיקה, ומדובר בהליכי חקיקה בעיצוב נורמות משפטיות, בדגש על אלה שנוגעים באופן ישיר לאזרחים הערבים במדינה. ניסיון כזה לעצב נורמות כאלה, בלי שנציגי החברה הערבית משולבים ומשתתפים בשלבי ההיוועצות, סופו להביא לתוצאה דווקא שלילית, גם אם יש כוונה טובה. הוא עלול להביא דווקא לפגיעה באמון הציבור במערכת כולה, והכוונות רצויות, אבל המעשים עלולים להיות לא רצויים. באום אל-פחם 2,500 בתי אב ללא חשמל. יש לנו מיפוי שלם לנושא הזה. יש אזורים שיש בהם אפילו מפורטות, שיש לנו בעיה בהנגשת החשמל לאותם בתים. אין חולק כי מדובר בפגיעה בסיסית בכבוד האדם אשר נמצא בלב לבו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. פגיעה זו גרמה לחוסר אמון טוטלי בין האזרחים הערבים לבין מוסדות התכנון במדינה. בדוח ועדת אור זכתה מצוקת התכנון הדיור להתייחסות מפורשת ומודגשת, כאשר הדוח ביקר מדיניות ממשלת ישראל לאורך שנים בהגבלת מרחבי התכנון של היישובים הערבים, והמליצה בשבוע של יום על הקצאת ציטוט, הקצאת קרקע על פי דפוסים ועקרונות שוויוניים כמו למגזרים אחרים, סוף ציטוט. ממשלת ישראל החלה בתהליך תיקון הליקוי והמצוקה ארוכת השנים בחברה הערבית מתוך הכרה בייחודיות המצוקה ובצורך המיידי לטפל בליקויים אלה, כאשר בדוח צוות 120 הימים, צוות משרדי שחקר את מצוקת הדיור בחברה הערבית נכתב, ואני מצטט: לצד ההתפתחויות אלו ועליות המחיר בכלל בשוק הדיור בישראל בשנים האחרונות, הרי שמצוקת הדיור ביישובי המיעוטים מהווה בעיה ייחודית במאפייניה. מצוקה זו אינה תולדה רק של השנים האחרונות, אלא מדובר בתופעה רחבה ומורכבת יותר. עליות המחירים האחרונות שמשתקפות כמו כן גם ביישובי המיעוטים, אולם מצוקת הדיור בהם הובילו מזה שנים ארוכת תופעה בלתי רצויות ובהן הבנייה הבלתי חוקית, סוף ציטוט. רק כדי לסבר את האוזן, היום כדי לקנות חצי דונם באום אל-פחם זה לפחות 1.5 מיליון שקלים. نعم المستشار القضائي للحكومة فيخاي مندلبلت يلقي بهذه التصريحات، وأيضا شاهدنا مع الدكتور سمير محمد رئيس بلدية أم الفحم. لابد أن أرجع بموضوع يتعلق أيضا بتوضيح موقف عضو الكنيسة ستاف شفير بقضية يعني عدم تمثيل العرب في قائمة حزب العمل، وأيضا لنأخذ رأيها بموضوع تصريحات المستشار القضائي للحكومة فيخاي مندلبلت. أني خزير إلى خبرات الكنيسة ستاف شفير، أز مش مستكل على ممدين برشمات عبودة أمير שכמעט ואין ייצוג, אין ייצוג לערבים, ייצוג מובטח לערבים. מה דעתך על זה? את הדבר הזה אני רוצה לשנות. כשאני יושבת ראש מפלגת העבודה, אני אדאג להביא, לפתוח את הדלת ולהביא צעיר או צעירה ערבים, מהם רופאים או הייטקיסטים או מורים או עובדים סוציאליים, מכל מי שיהיה המנהיג הכי טוב, להביא אותו לתוך העשירייה הראשונה של מפלגת העבודה. אני אגיד לך מה חייבים לעשות פה. אנחנו חברה ישראלית. אנחנו לא יכולים להמשיך עם שיח השנאה הזה. כשלוקחים 20% מהציבור הישראלי והופכים אותו למוקצה. כשראש הממשלה בבחירות הולך ואומר הערבים באים באוטובוסים להצביע, או כשמפלגות אחרות, כולל המפלגה שלי, הדירה את הציבור הערבי במקום לתת לו לגיטימציה. אני אעשה הכל. אז מה דעתך על מה שעלה בתקשורת, במצעי התקשורת? זה בוויינט גם כן בגלץ, שהיה מסע ומתן מאחת המפלגות הערביות עם ראש הממשלה בקשר למינוי מבקר המדינה. שמעת על זה? יש לך מקורות בקשר לזה? ברור שהממשלה משתמשת ומנצלת. מצד אחד היא הולכת ומשתמשת בגזענות נגד הציבור הערבי, ומצד שני היא הולכת לחפש ולסגור דילים. ואתה יודע מה אני גיליתי בתקציב? היום אזרח ערבי בישראל לא מקבל תקציב כמו אזרח יהודי. מה זה אומר? שבתוך תקציב המדינה, לא נותנים תקציב שוויוני. מה אומרים לערבים? אתם תחכו, לא תקבלו עכשיו תקציב, אחר כך אם תסגרו דילים, תקבלו תקציב בסוף שנה. תגיד לי, זה דבר? אנחנו צריכים לקחת את כל תקציב החינוך, לשים אותו מאפס ולהתחיל לבנות אותו מלמטה, את אומרת, כך עכשיו, שאנחנו נחזק ונבנה מחדש את מערכת החינוך הערבי. שפיר, מה את אומרת? חבר הכנסת לשעבר טלב אלסאנע, את מכירה אותו, עכשיו העביר אלינו נתון מאוד מעניין. הוא אמר שגם כן הממשלה קיצצה בתקציב 400 מיליון שקל למאבק באלימות ובפשע בחברה הערבית. מה את אומרת על זה? מה שאני אומרת, וזה מטורף, יש כסף בתקציב, הוא היום לא מגיע למלחמה באלימות ובפשע בחברה הערבית. יש כסף. אני חשפתי, תרשום את המספר הזה, 20 מיליארד שקלים שנמצאים היום בכל מיני
סעיפים סמויים בתוך התקציב, שאפשר עכשיו לקחת אותם ולדאוג גם לביטחון בחברה הערבית, גם לשוויון במשכנתאות, בדיור, בדירות, לצעירים, בדיור ציבורי, גם לפיתוח כבישים ותשתיות ובעיקר למערכת החינוך. זה לא יכול להיות ש-20% מהחברה הישראלית ילמדו במערכת חינוך של מדינת עולם שלישי, כשאפשר לבנות במערכת חינוך מצוינת. תודה רבה, חברת הכנסת סתיו שפיר, המועמדת לראשות מפלגת העבודה. כמו שציינתי, יהיו לנו עוד ראיונות. תודה רבה. נחרוג الان لفاصل من ثم نعود نواصل موضوع قضية أخرى. كونوا معنا. نعم، عدنا من الفاصل إلى أي مدى يهتم المجلس المحلي في الفريديس بتخصيص قسائم بناء للأزواج الشابة. نستضيف معنا هنا في برنامج هذا اليوم رئيس المجلس المحلي في الفريديس أيمن مرعي، وأيضا يتواجد معنا بلال أبو صلاح، هو مواطن من الفريديس والذي حصل على قسيمة بناء داخل القرية. أستاذ أيمن مساء الخير. تكل عافية أستاذ بلال، مساء الخير. نعم أستاذ أيمن مرعي، يعني لابد أنت علمت في الأمس هناك مواطنان من الفريديس حضرا هنا إلى البرنامج، كان في تذمر ويشعران يعني بنوع من الحرقة. هن ما انتقدوش على فكرة المجلس المحلي، ولكن يعني لهما مأخذ بأنه هناك أزمة، هيك بيقولوا على حد لسانهما، هناك أزمة سكن خانقة في داخل الفريديس ولا بد أن يكون هناك حل. ماذا تقول؟ ماذا ترد؟ ماذا توضح؟ أولا مساء الخير. طبعا انا كل مواطن بنحب نسمعه ونسمع شو الاشي اللي بتضمر منه والاشي اللي بوجعه. فبالنسبه لازمه سكن بالفراديس، فيش عندنا ازمه سكن اليوم. احنا موجودين بخارطه هيكليه اللي هي بتفق بمتطلبات القريه لحد سنه 2036. فالمشروع اللي هم طرحوه هو مشروع زهور الفردوس، عباره عن 840 وحدة. المناقصة اليومية موجودة، هي موجودة تكملة لجزء ب من المشروع. في عنا جزء جيم وجزء دال. جزء ب هو عبارة عن بنخلص بيو 530 وحدة، بعدها في عنا جزء ب وجيم اللي نوصل 840 وحدة. نعم. لا كقصائم مستقبلية في عنا اليوم، في أنا جبت معي هنا مخطط ل خارطة أو تم إيداعها قبل شهر، خارطة موجودة بالمنهل تخنون اللي هي بداخلها في عنا ما يقارب 1300 وحدة، مجمع 9 اللي هو فيه 420 وحدة، وعنا من الناحية الغربية اللي هي أراضي طابو فيها ما يقارب 800 وحدة، فيها أراضي ل تجارة وأراضي لصناعة. نعم. هسا بالنسبة للأسعار، أنا بدي أحكي عن نفسي وبعدين نأتي الشاب يحكي عن القسيمة اللي اشتريتها. أنا اشتريت قسيمة بال 2015. أنت بشكل شخصي؟ بشكل شخصي. القسيمة اللي اشتريتها هي عبارة عن 780 متر مخصصة لثلاث وحدات، التكلفة بكت 619 ألف شيكل. عندي مجال أبني بيها 100 نسبة 100%، يعني 780 متر. فإذا من اليوم اللي بنيجي بنحسب الوحدة كوحدة سكن 190 ل 200 ألف شيكل. الإشي اللي المواطن مش فاهمه إنه المشروع كمشروع بكى الميزانية تبعته بال 2014 185 مليون. فوقتها بك حياة الوالد رئيس مجلس قدرنا ننزل نزلنا نقدر ل 153 مليون. بك من وزارة المواصلات دعم ما يقارب 25 مليون كمشروع تخطيط وتنفيذ مجلس الفراديس المحلي. دائرة أراضي إسرائيل هي الممولة للمشروع. فاليوم احنا كقصائم انباع ما يقارب ب 35 مليون. المشروع لحد اليوم مكلف دائرة اراضي اسرائيل 123 مليون شيكل.
123 مليون شكل. بقى عندنا مناقصتين، مناقصه بقت لمقاول اللي طلع بسبب السوق. طيب حلو، ندفع له 3 او 4 مليون. بقى عندنا 8 مليون شكل تخطيط. اليوم المقاول الموجود واصله 67 مليون. احنا هسه خلصنا تقريبا بتوع ل 530 وحده، ل 840 اما التسويق هو ل 500. هل تكفي هذه المشاريع؟ يعني يعطيك العافيه، يعطيكم العافيه اذا انتم تقومون بتهيئه هذه المشاريع وتخصيص قسائم بناء للازواج الشابه، تكفي ولا يعني هنالك ايضا فجوه، حاجه اخرى ماسه؟ المشكله اللي موجوده عندنا احنا هي نسبه الدخل للفرد والمواطن الفرديس، وانا مع المواطن انه ما بيقدر يدفع اليوم المبلغ كمبلغ 600 و700 الف. فالحل وانا بوجه الاشي للشباب اللي بكون موجودين هنا، طبعا انا بوجه للناشط الاجتماعي حسين الحج اللي نعم هو كان معنا، نعم بشوفه بالتلفزيون اكثر من نعم. من محمد صلاح ف انا بقدر اليوم اساعده انه يفوت مع شاب ثاني يشتركوا بقسيمة، فبقدر يوفر قسيمة لابنه. فأنا مثلا عندنا اليوم أنا موجود، أنت هنا يعني توجه حديثك الأستاذ لكل شاب، بتقول له لكل أنا يمكن أن أجد لكل لك حل، لكل شاب لفراديس. حلو حلو، لكل شاب لفراديس. وأنا ليش أنا جبت الأخ بلال؟ لأنه أنا من الناس اللي ساعدته واقنعته يفوت. شو بدك تحكي استاذ بلال؟ لا ننطيمه. شو بالضبط؟ شو كان كنت انت بحاجه لشقه لوحده سكنيه، وشو اللي صار معك؟ شيء مساء الخير، انا بلال حيدر ابو صلاح من الفراديس. انا شاب اللي فتت على المخرزيم 3 مرات وما نجحتش. اخر مره قعدت مع ابو يونس واقنعني انه افوت شريك مع ابن عم لإلي بقسيمه اللي هي 8 وحدات سكن. نعم. انا اخذ 4 وابن عمي 4، والقسيمه كلفت 1.5 مليون شيكل. لو بدك نعمل حساب بسيط، القسيمه هاي انت بتاخذها جاهزه للبناء، القسيمه هاي بتاخذها مع جدار، بس انت روح خطط 3 جدار، بس تروح خطط، بس بتساوي جدار بينك وبين جارك. 1.5 مليون شيكل لو بدك تقسمها على 8 بيطلع على الواحد 190 ألف شيكل تقريب. اللي بأخذ كل صاحب حق سكن بأخذ 100 أمتار بناء ما يعادل 300 متر تقريب لكل واحد. لكل وحده يعني 2400. ماشي ماشي، ما هو في هسه المشاهدين مش لهالدرجه بدهم يفوتوا بالحسابات وكذا وكل هاي الشغلات، بس لتبسيط الامور، تبسيط الامور. انت يعني بتقول كان عندك انت حاجه لسكن تسكن، ماشي، ومن الذي خصص لك هذا السكن؟ المجلس المحلي ولا دائره اراضي اسرائيل المنهال؟ اللي بيبيع الاراضي المنهال. نعم، بس انا باستشاره مع ابو يونس ساعدني انه شو بتطلب من المواطنين استاذ ايمن؟ شو بتطلب من المواطنين؟ بس توضيح سعر الارض. هو المواطنين انا بطلب من المواطنين ما يبكسبوا زياده عاليه، فاللي على الاسعار هو المواطن نفسه. فاول مناقصه بكت سعر الارض تقريبا 0، 9000 8000 غير التكاليف البنية التحتية. فبلشت المزايدات من الناس. 3 وحدات بكى سعر الأرض قارض بالمناقصة اللي فوت بيها 40 ألف، في ناس حطت 100 و150 ألف. أنا بطلب من الناس أراضي في كفاية لكل الشباب، ما يفوتوش بمزايدات. المناقصة اللي اليوم احنا موجودين بها 128 وحدة هي مناقصة مع شهادة استحقاق. بطلب من المواطنين يجهزوا حالهم لشهادة استحقاق اللي بيقدر ياخذوها من أي بنك اللي هو بيعطي مشكنتة، يفوتوا على المناقصة. بعد ما نخلص المرحلة باء في عندنا مرحلة جيم اللي هي 300 وحدة. مقارنة مع أراضي الطابة، بس بدي هاي الجملة. نعم على السريع دمك. الجملة هاي إنه الشاب اللي بكي هنا عبد المنعم وعنده أرض طابة 600 متر. 600 متر اليوم حاكم بالفراديس 600 ألف، بده يدفع
للمجلس المحلي. معناها مش غالية عندكم الأرض كثير بالفريديس؟ إذا 600 ألف في محلات اللي نص دولار 2 مليون شيكل. ما يعادل. معناها مش غالية عندكم الأرض كثير. بدي يدفع للمجلس ما يقارب 100 ألف، بدي يدفع رسوم تحسين أخرى 100 ألف، بدي يدفع لدائرة بعدات تخنون أخرى 40-50 ألف. 600 ألف تعون عبد المنعم وصل 1 مليون شيكل. فأنا بقترح لعبد المنعم اليوم إذا هو حابب، يعني بما انه موقع برضه له، يعني متوجه رسالي. شو الرساله؟ موقع عرض عبد المنعم، موقع بجنب نقدر نستغله لاشياء للبلد، انا مستعد ابدل معه. طيب يعني هون مبين، يعني انت قاعد بتعرض على هذا مشان تكون عارف. استاذ يعطيك العافيه على ان توجهت وكنت صريح ووجهت لنا. يمكن انه يكون لقاء اخر، يعني يمكن يتوجه الجماعه ويمكن يقعدوا معك، يمكن ان يكون لقاء اخر معك انت ومع الأستاذ حسين ومع الأستاذ عبد حول قضايا الأرض وحول الاقتراحات التي أنت وجهتها للضيفين. وأهلا وسهلا فيك. أنا بطلب من كل مواطن عنده استفسار يتوجه. ماشي ماشي. لا لا شكرا على صراحتك، توجهت وأنا بقول لك يعني ممكن أن يكون لقاء إضافي بين الضيفين الكريمين اللي كانوا بينكم أنتم الكرماء أهلنا في الفريديس. على السريع 10 ثواني 20 ثانية انتهى الوقت أستاذ بلال. أنا بطلب من المواطنين ما حداش يزيد على الثاني أكثر عن اللازم. الناس واضحة صعب، الكل يقدم بالأسعار المنخفضة، ما بيلزمش نزيد على بعض كثير. نعم تفضل انتهى الوقت. نعم جد نبكى قلب واحد، نشتغل مع بعض للفراديس وبلاش تبكى. مش اخر لقاء استاذ ايمن، بلاش تبكى. لا 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 بدنا اياك دائما معانا هنا في البرنامج ونوضح للمواطنين. واهلا وسهلا فيكم، الابواب مفتوحه وشكرا جزيلا لكم. راح يكون في لقاءات اكيد مش بس بقضايا الارض والمسكن وانما ايضا بمواضيع اخرى، لانه اهل الفريديس وحبايبنا بالفريديس بهمونا كثير. شكرا جزيلا لكم. اهلا وسهلا فيكم، خليكم معي اذا في امكانيه. نعم وننتقل لموضوع اخر بتاتا لا يتعلق بقضايا الارض والمسكن، تصميم الازياء للنساء للشابات. نستضيف معنا هنا في برنامج هذا اليوم دانا حمدان، وهي مصممة أزياء لها طموحات تود وترغب أن تحققها، سنطلع عليها. إذا نستضيف معنا دانا حمدان من الطيبة وهي مصممة أزياء. ست دانا يعطيك العافية، مساء الخير. مساء النور، أهلين فيكي. إذا تصميم أزياء، ماذا تصممين؟ شو أنواع الأزياء التي تقومين بتصميمها؟ أول شيء أنا بصمم فستان سهرة وبدل زفاف للصبايا من جيل 15 وفوق، الجيل البالغ. أزيد إشي التصميم عندنا بتستوحي من الطبيعة، خلينا نقول. كيف يعني أنت بتستوحيها من الطبيعة بأي طريقة؟ بس إذا لو تشرحي لنا. يعني مثلا باخذ فكره معينه من الطبيعه، هاي الفكره بحاول ان اطبقها على الفساتين او على الملابس بصوره واسعه او بصوره مفصله بالدقيق بشكل دقيق. يعني الفستان بيكون عليه تراسيم الطبيعه، تراسيم جغرافيه ولا شو؟ في مثلا بيكون يعني اشياء مستوحيه من الطبيعه او اشياء مستوحيه من اماكن خلينا نقول اثريه تاريخيه. من الاشياء اللي انت اللي بتصمم، انت بترسمي سدانة؟ يعني أكيد. بترسمي التصميم اكيد، وانت اللي بتعمليه، انت اللي بتخيطي ولا بس انت بترسمي؟ لا انا برسم، وفي عنا احنا مجموعه دانا موضه لنا. عندك مجموعه؟ لنا محلات. ايوه عنا محل بالطيبه ومحل موجود بتول كرم. محل الطيبه بنشتغل فيه مجموعه عائليه، انا ابوي مصمم ازياء فهو طبعا له تورثت هذه الصفه تصميم الازياء. نعم فالفضل الاكبر هو بعود لاهلي هم اللي ساندوني لهاي الموضوع وكملنا المشوار العائلي. الله يعطيك العافيه. طب خلينا نبلش هيك بالسيدات اللي بدناش نقول ما بنحبش نقول كبار بالسن، بس اللي خلينا نقول اعمار فوق ال 35-40، شو الاذواق اللي مطلوبه؟ بعدين انا بعرف انه السيدات برضه حسب مناطق، لا مناطق السكن، يعني اللبس اللي بالشمال مش زي المثلث، اللبس بالمثلث مش زي النقب او القدس. مزبوط طبعا اكيد 100%. اول إشي يعني الموضه نفسها بتختلف بين البيئه العربيه في دوله اسرائيل
للمكان اللي أنا بدرس فيه بإسطنبول. البيئة بتختلف كلياً، الأزياء بتختلف، في ناس اللي عندها جرأة اللي تلبس، في ناس ما عندها جرأة إنه تلبس. مثلاً زي ما أنت حكيت، أهل الشمال بيلبسوا غير عنا عن أهل المثلث. في اختلاف، نعم، في اختلاف حسب أكيد العادات والتقاليد، الناس أذواق بهذا الموضوع. فزي ما أنت حكيت، السيدات من سن 35 وفوق، أنا حسب نظرتي بشوف إنه السيدات من جيل 35 وفوق بفضل الألوان الهادية، القصات النازلة اللي خلينا نقول اللي بتبينش أكثر تفاصيل الجسم. يعني بروحوا، أنا هاي ما شوفها عنا هنا بالمثلث. نعم. أما طبعا البيئة الثانية بما أني بشتغلش فيها يعني بالشمال، يعني أنت الاحتكاك أكثر مع سكان المثلث. ذكرت هون خلال حديث سدانة أنك تدرسي بإسطنبول. شو بتدرسي؟ تصميم أزياء. أنت تدرسين أيضا؟ في بإيش؟ بمؤسسي بجامعة؟ لا، بجامعة. أي جامعة؟ جامعة ألتنباش. ما شاء الله. وقد صار لك أنت بإسطنبول؟ 5 سنين، هاي السنة الخامسة. 5 سنين. إذن من خلال دراستك أنت في الجامعة اللي موجودة بإسطنبول، تأثرت من الحضارة العثمانية التركية وجبتيها لبلادنا مثلا من تصاميمك؟ أكيد. كيف؟ الفستان اللي عملته آخر إشي أنا استوحيت منه الانشقاق التربة، لما الأرض تنشق اللي إحنا شايفينه على الشاشة. نعم، نحن نشاهد معا هذا الفستان من تصميم مصممة الأزياء دانا. نعم، بتقدر تشرح، هو موجود على الشاشة. الفستان هذا استوحى من اشتقاق التربة، استخدمت فيه الدانتيل المشكوك بالضبط نفس ما كيف الأرض بتشتق لما تكون التربة ناشفة. بنفس الوقت استخدمت هذا الاشي، عكسته على اشي إيجابي، فوتت فيه الورد الجوري. شو الألوان؟ الألوان هي الألوان المستوحى من ألوان برضو الطبيعة للورد الجوري، وكمان اللون العنابي هو من الألوان الدارجة لل 2019. فدمجتهم كلهم مع بعض بتصميم، بهذا التصميم. التصميم هذا الفستان اللي احنا شايفينه، لايش هو؟ هل مناسبة عرس مثلا، لخطبة، لايش؟ لسهرة، لشو؟ عندنا صبايا ازيد اشي بيستخدموا هذا الاشي خلينا نقول لمناسبات الاعراس او لخطبة، حسب كل صبية كيف بتحب انها تستخدمه. لأي أجيال هذا الفستان اللي شفناه؟ بما أنت قلتي أنه مستوحاة أكثر من التربة من الأرض، حكيت عن الانشقاقات، في شغلات هنا مجازية. طب لأي جيل هذا مناسب؟ 18 وفوق. ل 18 وفوق. نعم، حسب شو البنت دوكها، كيف بتحب تلبس، كم بدون كم، هذا الإشي أنه إحنا منكرر حسب كيف الصبية وطلبها. طبعا هو معمول بهذول الالوان، بس احنا بنقدر نغير الوانه حسب طلب الصبايا. طب انا سؤالي لك، تقريبا انتهينا من اللقاء، بس انا سؤالي لك يا سدانة، يعني في سيدات وفي شابات اللي بيجوا لعندك مثلا او بيجوا عندكم انتم وبطلبوا 1 2 3 عندهم شروط للفستان؟ طبعا. من الف للياء بيعملوا هيك؟ طبعا، والمصمم مجبور انه ينفذ هذا الاشي حسب طلب الزبون، وبنفس الوقت المصمم بينصح الزبون شو الأقمشة الملائمة لإله. نعم. والأقمشة الغير ملائمة، أحيانا بيكون رغبة الزبون بتصميم معين، بس المصمم بينصح إنه هذا القماش بزبطش معك، هذا التصميم بزبطش معك. إذا حابة توصلي هيك رسالة أخيرة، كلمة أخيرة، شو حابة توصلي؟ إذا حابة قضية التصاميم، قضية الأزياء، بقضية أهلك، بقضية الوالد، تفضلي. تصميم الأزياء هو عالم جدا واسع، مش كل واحد بيقدر بيقول إنه بده أصمم بيقدر يصمم. في هنا قواعد للتصميم، قواعد للألوان ودمج الألوان والخيال. كل إنسان عنده خيال واسع بيقدر يصير، بيقدر يحقق كل شيء كباله، حتى بمجال التصميم أو أي مجال آخر. يعطيك العافية، نتمنى لك أيضا النجاح بالدراسة. شكرا جزيلا لدانا حمدان مصممة الأزياء، خليك معنا إذا في إمكانية. نخرج الآن لفاصل، من ثم نعود ونواصل، وسنكون أيضا مع إنجازات لطلاب في مدرسة في قلنسوة بمسابقة اللغة العبرية بعد الفاصل.
الفاصل. طلاب من مدرسة السلام في قلنسوة يفوزون بمسابقة كتابة القصة باللغة العبرية. ما هي التجربة التي مر بها الطلاب؟ ما هو شعورهم؟ معنا هنا في برنامج هذا اليوم لينا خديجة معلمة في المدرسة، مدرسة في قلنسوة، أدهم جمل الطالب الذي فاز أيضا بمسابقة كتابة القصة باللغة العبرية، ونور خديجة طالبة فائزة بمسابقة كتابة القصة باللغة العبرية. نعم ست لينا المربية لينا يعطيك العافية، أهلا وسهلا بك. أهلين أدهم، مساء الخير. أهلين فيك، منيح؟ مبسوط؟ مبسوط، شايفك كثير مبسوط. نعم، ومعنا نور، مساء الخير. مساء الخير. نعم معلمي لينا، إذا ما هي هذه المسابقة؟ حدثينا عن المسابقة وكيف تمت. المسابقة منظمة من رابطة الكتاب باللغة العبرية، وهي موجهة للمدارس الابتدائية من صف ثالث لسادس. هدفها أنه الطالب يكتب يألف. المسابقة جدا جميلة، شاركت فيها مدرستنا وعرضنا الموضوع على الطلاب، تشجعوا جدا، عرضنا الموضوع على مديرة المدرسة دعمتنا فيها، والطلاب بعثوا قصصهم على إيميلاتنا، جمعناهن وحطناهن بكتاب. هنا يعني القصص موجودات في هذا الكتاب. لا نعم. إذا في هذا الكتاب يحوي القصص، قصص الطلاب الذين فازوا، وبنحكي عن قصص باللغة العبرية. قصص باللغة العبرية. فكان إنجاز جميل إنه نجمع كل القصص بكتاب واحد. الجميل بالقصص إنه الأولاد عبروا عن مشاعرهم، عن تجارب بعيشوها كل يوم. كتبوا أشياء جدا ما توقعناهاش، كتبوا عن تجارب شخصية هم بيعيشوها كل يوم. إحنا بالمدرسة عندنا حبينا نشارك من صف خامس لسادس، ما لإيماننا إنهم متمكنين باللغة العبرية، لكن بالمدارس اليهودية شاركوا من ثالث لسادس. نعم. نعم. أدهم مرحبا أخرى مرة، فزت أنت بالمسابقة الآن، شو شعورك؟ بك جميل. والإشي يعني بك ريحني. مريحك هيك؟ مبسوط أنت؟ عن إيش كانت القصة؟ عن اللي عن قصة مرت وهي بطفولتي. نعم، اللي حكيت عن إشي أنت تابع لإلك، لا عن تجربتك، مظبوط؟ وشو كنت حاسس وانت تكتب؟ مبسوط؟ مش مشاعري. اوه مشاعرك كنت تكتبها؟ اها. وبتحب اللغة العبرية انت؟ بتحب اللغة العبرية؟ اه. بتعرف انه في كثير ناس انبسطوا انك انت فزت بالمسابقة؟ حتى حكوا معي، شو رأيك؟ تعرف؟ تعرف ايش؟ طب مين بتحب تشكر؟ بشكر اهلي، ايه، والمعلمة لينا، والمدير إيمان، وخالتي علا. خالتك مين؟ علا. بتعرف إنه وصلتنا عليك؟ اتصلت فيه امبارح بالليل، اللي سلم على أدهم ودير بالك عليه. مبسوط أنت إنك موجود هون؟ مبسوط. نعم، نور أي صف؟ سادس. بالسادس؟ آه. وأنت برضو عملت قصة مظبوط؟ آه. عن إيش القصة؟ كانت تحكي عن الكلمات المتشابهة بالعربي العبراني مثل يوم، يوم، ليل، ليلة. هي القصة حبيت أن يكون إشي فيها مميز فيلفت انتباه القارئ، فحبيت أنه يكون فيها القافية الحارزة. فأول إشي هي القصة بتحكي عن شخصيتين واللي هن بكن اللغة العربية والعبرية، التقن بحديقة وبدن يلعب لعبة الكلمات المتشابهة. حلو. أدل مساحة القصة مثلا صفحة صفحة. هون موجودة؟ موجودة هون، موجودة برضو قصته. لا طبعا. انتني أشوف إذا في إمكاني. هاي قصتك؟ هاي قصتك. آه. وهاي قصة أدهم. وين أدهم؟ هاي قصة. آه. إذا في إمكاني بس هيك أقرأها. بدك أدهم برضو تقرأ جملة جملتين بس تخلص. حابب؟ بدي أسألك حابب؟ ماشي، بنخلص معاك انت هيك سطرين ثلاث وباجي بنسمعك انت، تفضل. صفات احيات بقيت اكتنا احد بميوحدت شهي تاكل كخ مقوبينت ايت يفا بمهدرت هاي شهيا باها كل هيا با حرمان بقام مدبار عامك بهار هيو با قام برديسيم شل بري هدار وبدروما هتنتسقوع تسي تمار هيتا با يمام تكا بيام هخي نموخ بملوح
زو هايتا ايرت سيف شارك لشبيح. يعطيك العافية. يلا سمعني مقطع بتقدر ادهم؟ تفضل يلا. ادهم بن هاش هاشلوش هاخ هاخم قاون اوهب حي حييم ابو عل ادهم مقام قيم لربا نشيب للأم بنيم اوتو ادهم لما اتا من دبر كاخا ها ها تستكلو اخو مدبر هو مش متسيك همو مليم ادهم شمع بفلو فيفين ات مش معوتين افال يعم زمان ادهم قدال في على لك تالف نفقاش تسحكي بعود ابرونيوت كإلي دبار بشير كريم للأدهم اللي حزر هذا بيته كل يوم حاصير أنيم. ممتازين أنت ونور وإحنا فخورين فيكم. إحنا فخورين فيك أدهم فخورين بنور. كم طالب شارك في هذه المسابقة؟ المسابقة شاركوا فيها كانت قطرية، شاركوا فيها مدارس يهودية عربية، فإحنا تلقينا الخبر جميل إنه مدرستنا فازت، الوحيدة اللي فازت بالأول بقسطين مع كمان مدرسة يهودية. الخبر المفرح بكثير إنه بآخر يوم تلقينا إنهم كانوا مخربطين بالعدوان تبع أدهم، وتبين لنا بالنهاية إنه إحنا ثلاث قصص، المدرسة الوحيدة اللي فازت بثلاث قصص، فكان إنجاز جدا فخورين فيه، جدا رائع للمدرسة لطلابنا، كنا سعيدين جدا بالحدث. طب أنا بدي أوصلكم إسا باسم بسام جابر اللي هو مدير عام القناة الفضائية هلا ومجموعة بانوراما وبانت، المسؤول عن القناة بشكركم أدهم. شكرا. إحنا فخورين فيكم ونور وأيضا المعلمة لينا. بس أنا برضو بدي أشوف الشهادات، أنت حاطط شهادات ليه مخبين؟ ليه مخبين أدهم؟ هات نشوف، بدنا نعرضهم واحدة واحدة. عرضنا على الشاشة يلا، أنت عرضنا على الشاشة، هات نشوف مدرسة السلام الابتدائية حلو فيزوت عوداكيها تلميذ أدهم جمل اشتتيف بتحروت اكتفاها أرتسيت لسفروت كل كافود في شار كوح من هيلة بيت السفر إيمان سلامي. وهنا في عندي أنا من المسابقة، لا المسابقة أنا أجوداتا سفري مع عفريم بمدينة إسرائيل متكبدت بزوت لعنيك لخاء أدهم جمل تلميذ كتاهي بيت سفر السلام تعودات متسيانوت يعني شهادة امتياز على سخيات خاب تحروت اكتفاء ارتسيت على شم ريكا ريكي ريكا بيركوفيتش زخرونا لفرخاء لتلميذي كتوت جيميل عدفاف لشنات تشعت الباينفيتشاسري شما يتسرا حلو محسر أنيم لكبلات بانيم تزري كانير حلو. هذا العنوان اللي حطيته انت حطيته والله انك شاطر وذكي. نعم ونور وهنا نور برضو مثل ما قرينا لأدهم نقرأ لنور أجوداتا سوفري مع عفريم بمدينة إسرائيل متكبدت بزوت ليعنيك لخ نور خديجي مظبوط تلميذات كتا فاف السادس بيت السفر السلام كلانسوا تعودات متسيانوت على سخياتيخ بتحروت اكتفاء أرسيت على شم ريكي بيركوفيتش زخرونا لفرخة لتلميذي كتوت جيميل عد فاف لشنة تشعة 2019 شما يتسرا صفوت حيوت لا صفوت حيوت حلو زفي كانير يشيف روش أجوداتا سوفريم نفس الشيء مدرسة السلام هاي هون من المدرسة والمديري لا وبرضو من حي المعلم إيمان سلامي هي برضو طلبت مننا ندير بالنا عليكم وفيزوت تعوداكي يا تلميذة نور خديجة اشتتفى بتحروت اكتفاء أرسيت لسفروت كل كفود في شار كوح من عائلة بيت السفر إيمان سلامي. كلمة أخيرة بس عشر ثواني انتهى الوقت معلمي معلمي لينا شو بتوجهي؟ احنا بنوجه شكر لكل اللي دعمونا. كان في شخص دعمنا اللي هي الكاتبة ريكا بيركوفيتش لكن وفاتها المنية يعني خلال المسابقة فالمسابقة كانت على اسمها
بشكر الطاقم اللغة العبرية اللي كان جدا فعال ورائع وساعدنا، مديرة المدرسة وكل الأهل طبعا. الطلاب والطالبات الرائعين والرائعات حتى المش موجودين معنا والذين فازوا، ونرسل أيضا لهم التهاني والتبركات بالنجاح لكم. شكرا جزيلا لكم. شكرا. إلى هنا ننهي برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية لببث حي مباشر. أطيب الأمنيات وأجمل التحيات من طاقم العمل، المحررة الرئيسية لبرنامج هذا اليوم فريدة جابر برانسي، المشرف على إخراج هذا البرنامج ساري جابر، مدير التسويق في القناة سامي جابر. أعزائي عزيزاتي، كان معكم بلال شلاطة، نلتقي بأمان الله.